بونجور منى. بعرف هذيك فترة كتير مشغولة، سو مبسوطة أنه قدرنا نلاقي وقت كمان لحتى لنحكي اليوم. يعطيك ألف عافية على كل شيء عم تعمليه. بعرف أنك أنت رول موديل مش بس للنساء والشباب حتى بفلسطين، بس كمان بالوطن العربي، وعشان هيك كمان حبيت تكوني أنت معنا اليوم. Thank you سارة. Thank you على الانفيتيشن، وأنا كتير مبسوطة أكون جزء من البودكاست، يعني looking forward. منى، أنت اليوم دكتور in AI، تخرجت من جامعة النجاح، رحت على إنجلند، درست، كملت دراستك، عملت PhD in AI بال 2011، ورجعت قررت ترجعي عن جديد على فلسطين، وهلأ كمان you're the director of Engate بفلسطين. In addition لكتير عندك تايتلز تانين ما رح لحق إذا بعدهم بياخدوا كل وقت البودكاست، فبدي أعرف أكتر. يعني هو البودكاست اسمه دروب، عبالي أعرف كيف أنت قررت تروحي بهيدا الباث أو بهيدا الدرب من لما فتت على جامعة النجاح لحتى لوين صرت أنت اليوم؟ I love the question سارة. Thank you so much. الفكرة بدت ببساطة، أنا كنت fascinated بالكودينج. بدت بصراحة بمرحلة المدرسة، كنا بالبداية نعمل كودينج كتير بسيط. I fell in love. دخلت على الجامعة تخصص computer engineering. بس تهيأ لي النقطة الفاصلة كانت بمشروع التخرج. اشتغلت على اشي بسموه virtual، اللي هو هلأ سبحانه تحكي metaverse والvirtual يا بتاعهم. اشتغلت، كانت الفكرة انه كيف احول فيسبوك لvirtual environment. هاي كانت الايديا تاعت مشروع التخرج. اشتغلت عليها as a system و I fell in love بالvirtual world. فلما انتقلت على مانشستر كنت حابة اوظف، خلينا نحكي هاي التكنولوجيا، كيف انا بقدر اطور البيئات التعليميه اللي احنا عم ندرس فيها لتصير كومبوننت الميتافيرس والفيرتشوال رياليتي موجوده فيها. فوين اي تشوز ماي ماسترز ركزت بالماجستير اني اركز اكثر كيف انا اعمل ديفلوبمنت للسوفت وير، شو البيست براكتسز، كيف اختار احسن ريكويرمنتس. هاي كانت مرحله الماجستير. واحلى شيء كان انه رجعت بنيت كمان بروجكت فيرتشوال رياليتي ميتافيرس، ركز على كيف انا ادرس طلاب الفيزكس على البروبيجيشن سيجنلز. ووقتها المشروع ربح جائزة بجامعة مانشستر، اشترته بال 2011. فهذا gave me motivation إنه it seems I'm on the right direction. إنه بتعرفي إحنا وإحنا منكم ننتقل من مرحلة مرحلة، يعني we're passionate about things بس مش عارفين إذا هاي رح تنجح أو مش رح تنجح. فكانت هاي واحد من indicators yes I did it. بعديها لما انتقلت على البي اتش دي صار اكتشفته انه اوكي احنا عم نعمل تولز عم educational tools، بس هل عن جد عم نراعي who's using these tools، شو الفروقات الفردية عندهم، شو الكاركترستيكس، are they excited، ناس excited، شو نوع الانفورميشن عم نعملها للتراكينج. فان ماي بي اتش دي كان حلمي انه احول هاي التول لتصير مور انتراكتيف ومور ادابتيف. وكان السولوشن بهذاك الوقت از اي اي، ايفن دو ات واز نوت بومينج at that stage، بس كانت الـ AI هي اللي بتعطينا المودلز لحتى أنا أقدر أطور هاي الـ environments. اشتغلت على الـ PhD، التول اللي عندي عملتها integration مع one of the biggest platforms بالـ education بسموها Moodle، اللي هي content management platform، it's open source، وتم تست على الـ students. يعني هاي كانت أعتقد المرحلة اللي لها علاقة بالـ PhD. After PhD I got several offers to stay in UK itself. يعني no you يعني you know يعني خلاص we already finished the PhD, I'm already in the system, already sort of research. كمان كان عندي شوية interaction مع the private sector. بس بال 2015 اللي عملته سارة يعني in order to take the decision كان very 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 difficult. I decided إنه I want to go back to Palestine just to spend some time with my family. كان وقتها 2 weeks before signing the final thesis. انزلت على فلسطين، وكنت أنا وقتها I'm volunteering مع كتير communities، نحكي مع الشباب بشكل عام، نعمل awareness، مش شرط tech by the way، it could be confidence، it could be إنه إذا هم بدهم يكملوا دراسة وين يروحوا. اللي لفت نظري بهاي النزلة إنه في كتير motivated خلينا نحكي students بفلسطين ويوث وبدهم يعملوا شيء، بس بتحس هم كانوا عم بيخلوا لحالهم حواجز، حاجز إنه not confident to ask، حاجز إنه will I be this person I don't think so، حاجز إنه مش كتير شايفين خلينا نحكي successful people بالدومين. فهذا حابة أسألك سؤال as a follow up على اللي عم بتقولي. يعني أنت رحت وعملت الماستر بمحل معين، في حدا شجعك لأخذت؟ مثل ما أنت عم بتقولي مرات نحنا مشكلة بمجتمعنا أنه بيقعدونا ببوكس. على قد ما أنا بيكون عندي طموح بصير خايفين أني أنا أعطي إذا بدك مجال لحالي أني حس هيدا الطموح لأنه بكون قاعدة ببوكس. منى مين شجعها أنها هي تروح وتعمل هيدا الخطوات لتحس حالها بمرحلة كمان قادرة تجي وتكون هي الداعم للشباب كمان بفلسطين؟
هحكي سارة ببساطة الانر سيركل، يعني كانت أكثر موتيفيشن لإلي اللي هو عيلتي، جدا كانوا داعمين. ايفن دو اجين ما كنت يعني بالمرحلة البكالوريوس كنت مهتمة إني أنا أروح على برايفت سيكتور، يعني بتعرف مرات بقول لك روح على برايفت سيكتور نت أكاديميا، بس I started having some kind of mentorship من أهلي themselves وكمان من very successful people in the domain. يعني كنت محظوظة إنه كان عندي mentors من very early age. كنت ارجع لهم انه انا يس يعني كثير حابه اشتغل مثلا فور اكزامبل بالفيرتشوال وورلدز، بس مش عارفه شو اعمل، وير شود اي جو، ويتش دور شود اي نوك. فالمنتورشيب كمان ساعدتني من الانر سيركل، هم كمان كانوا منهم فريندز، وكانوا في منهم فريندز ثرو فريندز، هم شبكوني. فيعني اف ام غانا ديفاين ات ماي فاميلي از نمبر 1، سكند ماي. واجهت التحدي انه بدك تسافري بنت لحالك على عمر صغير؟ تحدي من العيلة لا، لأنه أنا كنت بواحد مثلا من العيلة no, which is by the way that's not the conventional way. بعرف عشان هيك عم بسألك، لأنه عادة إنه بس البنت تقول بدي روح أنا سافر أتعلم فيه على طول هيدا الخط الأحمر، إنه لا أنت as a lady أو as a woman ما فيك تعمل هيدا الشيء. I think أنا بقدر أحكيها ببساطة، يمكن I was lucky enough إنه العيلتي كانت جدا داعمة، بس هذا مش conventional way، وهذا اللي قدام كنا نحكي عليه أكتر. إنه لما أنا رجعت كنت بالبداية أفكر كل شيء زي بيئتي، this is me, this is everybody, this is how everybody should think. بعدين صدمت إنه الواقع is something else. لا، فرح أحكي إنه يعني التشجيع من العيلة كان كتير كتير كبير إنه to continue، ما لقيت عائق، بس that's not the conventional way. وإحنا عم نحكي عن أكثر من 95%، it's not easy for them to leave. وأنا I see that on daily basis يعني. 100%. بدي أسألك منى، هل اليوم بتحسي أنه الـ education system بفلسطين، يعني أنت لما رحتي يمكن ما كان في AI، ما كان في هيدا الكوفرج ضمن الجامعات الموجودة بفلسطين، هل بتحسي أنه اليوم الـ education اللي عم تنعطى بفلسطين كافية للشباب والصبايا اللي حابين يمشوا بهيدا الباس تبع الـ AI بالفلسطينيان ecosystem؟ هلا صار خلال خلينا نحكي ال 12 سنه السابقه شفنا يعني شوي انه عم تتطور educational systems، الكريكولم، الكورسز، بس is it still enough؟ يعني is it enough؟ I don't think إنها it's enough. يعني في كتير شغل لازم ينعمل. وإذا بدنا نركز أكتر على AI، أنا لما تخرجت كنا نأخذ مساق كتير simple بالAI، يعني مش بطريقة إنك أنت you could even take a decision to continue or not in AI. It was super simple. هلا اللي صار جديد لقينا إنه الجامعات عم تهتم to add the AI terminology إن خلينا نحكي as kind of advertisement for their programs. بس إذا بنيجي نطلع على deeper look، لسه we still need a lot of work in terms of هاي السكيلز الصح. طب انا عم بعطيهم عن جد practical applications ولا بس theoretical؟ طب even مع ال practical applications، هل practical applications عم بتحل عن جد challenges احنا عم نعيش فيها بفلسطين او بالوطن العربي، ولا it's just mock data؟ في تعاون بين الشركات والجامعات بهذا الاطار، لان يمكن مرات بتساعد اذا الاشخاص ضمن الفاينل يير بروجكت عم يشتغلوا على مشاريع يمكن بتخدم الشركات او غيره، وهذا بحفز كمان الشباب والصبايا، بحضرهم للماركت وشو بيلاقوا. عم تشوفي في هيدا العلاقه ولا بعد موضوع بحاجه لشغل اكثر؟ بحاجه لشغل اكثر كثير ساره، يعني اللي عم نشوفه احنا الخلايا، احنا دائما بحسميها انا البايب لاين بين الاكاديميه والبرايفت سيكتور، لسه مش structured enough انه تيجي للبرايفت سيكتور يقول لك اوكي this is my data go play with the data come out the solution. لكثير اسباب، واحده منهم انه ممكن تكون انه up to now ما عندنا داتا برايفسي لو اللي يحمي الشركات اذا كانوا بيشيرينج ذير داتا مع خلينا نحكي مع البروجكتس او الستودنتس. ثاني شغله انه ما شافوا enough successful stories that's from the perspective of the private sector. من الادوكيشن ساره the issue is we're still kind of focusing on theory more. يعني حتى هلا انا بطلع كثير عم يعني part of my work انه I mentor graduation projects او بروح بحضر seminars for graduation projects. The ideas it's still conventional. يعني we keep repeating the same ideas year by year. مش عم بشوف انه innovation عم بدخل، مش عم بشوف the private sector عم بتقاطع كثير، فلسه we still need a lot of work. This is my personal point of view. وشو بتحس ال lack of يعني هيدي الجاب بالcommunication اللي موجودة؟ شو السبب الأساسي لها اليوم بفلسطين؟ يوم شو بس بفلسطين يعني، هيدا موجودة بعرف بلبنان بكل بالوطن العربي، مع ده يمكن شوي بالخليج يمكن عم بيجربوا يعملوا هيدا القصة أكتر، بس شو بتحس بفلسطين بالذات المين جاب إنه ليش هيدا الكوميونيكيشن ما عم تطور؟ بعرف أنا في أوريدي نقابة للشركات اللي بيشتغلوا بالتكنولوجيا، في جامعات، يعني في أنتيتيز لازم يمكن تلعب دور أكتر لتقرب العالم يمكن أو الأشخاص ستيك هولدرز من بعض. شو بتحس المين تشالنج اليوم؟
أعتقد لهلا صار again this is my personal opinion ما في up to now any dedicated program which could help to bring هدول الفري أنا الأسحى سميهم the entities together the ecosystem together. بنعمل bits and pieces here and there, بنعمل successful stories, بس ما في إشي structures in a way إنه يكون كمان في ديمومة في sustainability. يعني هاي up to now ما شفناه again, مع إنها the entities it's all there, بس I think لازم نشتغل أكتر how to structure it in a way الكل كمان to benefit out of it. يعني أقول للprivate sector your challenges could get solved, للأكاديميا it's good to expose yourself للprivate sector, لبيتا أو القطاع التكنولوجي look التكنولوجي sector ممكن يأخذ more employees. وممكن أحكي لك كمان لقدام عن proof of concept جربتها و it showed a great impact. حتى I was even surprised about the outputs. لا that's amazing 100%. بس ذكرت أنت خبرية البروجكت السستينبل. أنا بعرف عم يجي funding كتير على upskilling program بقلب فلسطين. From my own vision, يعني من الشيء اللي أنا شفته من خلال كمان شغلة مع أنيرا before, إنه مش الكل على يمكن المستوى المطلوب للواحد يقدر يلاقي وظائف. وفي أنا شخصياً كان عندي يعني رؤية إنه مرات الدونرز بيعطوا مصاري بيكون أكتر أنا عندي تركيز على عدد الخريجين من إنه أنا عن جد الخريجين عم يتخرجوا قديش السكيلز اللي هن عم يتعلموها قديش عن جد رح تخليهم يكونوا employable أو يقدر يتوظفوا بسوق العمل. بدي أشوف إذا أنت حل بتشاركيني, يمكن أنا رؤيتي كمان محدودة, يعني ما في يقول إني بعرف الإيكوسيستم مزبوط, بس كان بدي أشوف هل أنت بتشاركي هيدي الرؤية ولا عندك وجهة نظر تانية كمان بالموضوع, لأنه بحس عنا دور نقدر ندفش نحن الدونرز على وين منشوف إنه عنا مور إمباكت, لأنه هاي البروجيكتس اللي عم نحكي عنها بحاجة لمصاري, المصاري بدها تمويل. فكمان إذا نحن عم يجي مصاري to help التك إيكوسيستم, بلاقي في ضغط على المين ستيك هولدرز إنه هن يشجعوا الدونر يحط هيدي المصاري كمان in the right place. فشو رأيك أنت بهالموضوع؟ يعني سارة to be honest بتفق معك بـ 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 the whole overview قلتيها. يعني اللي عم نشوفه إحنا ما عنا tracking for okay, so we're having a huge number of graduates coming out which is great. يعني إحنا عم نحكي على 14,000 graduate بين 2016-2021 لحالة which is a huge number, it's increasing. وعم نشوف كيف حتى الجامعات صارت it's doubling each year بالتكنولوجي. مشكلتنا إنه we're bumping a huge amount of graduates ومش مش مش they're not ready لسوق العمل. هلا اللي عم بيصير في projects عم بيصير true, بيجي بقول لك إنه أنا بدي أدرب 20-30. طب إحنا that's not first, it's not a very high percentage out of the graduates, this is one thing. The second thing, مش sustainable in a way إني أنا أخليها it's looping back. يعني whoever I'm training could go and train again. I'm not seeing command this coming. ومشكلتنا if you go and speak with people who's doing the trainings, بقولك it's super expensive as well. يعني ال training itself كتير مكلف, وال training itself can't be كمان duplicated unless إحنا we come out with a sustainable. But I think the donors كمان they need to start thinking in a way what kind of projects they're supporting with having the higher impact as well. And I still didn't see that. I think كمان looking at again this is my personal opinion, but كتير بطلع على what's the opening they're having. It's super complex. It's super complex. حتى إن as for example if I'm gonna wear the hat of the university, it's super complex for me to know if to jump in. وكنت دائما أنا في discussions معهم. طب how could we benefit as a university? How could we help you out as a university? ممكن لما نقولها لليفل التدريس تكون lower in terms of cost. I still didn't see that. بما أنك عم تحكي كمان على دراسة وعم نحكي هلا على AI, يعني كان في سؤال كمان نحنا while we were designing the training كمان تبع tech professionals, لما نحنا نقول طيب أنا هلا في أطلب من ChatGPT for example يكتب لي كود لكودينج يطلع لي الكود بثلاث ثواني, شو الانسنتف تبعي أنا كشركة إني بدي وظف يمكن خريجين بيعرفوا يعملوا بس الـ operational part, يعني بيعرفوا يكتبوا لي كود ويمكن مش ضروري بنفس الـ quality كـ documentation وغيره. فأنا حاسة صار في تقل كمان على الجامعات ليقدروا أول شيء يعلموا المايندسيت تبع التكنولوجي للشباب والصبايا اللي عم يتخرجوا, وثانياً ليقدروا يخلون يعرفوا how to use هيدا التولز, لأنه أنا بقول قد ما نحن حابين مش حابين هيدا الـ AI boom ماشي وماشي فينا وبلانا. سو قديش حاسة أنت رح تقدر الجامعات to cope بهال AI boom هلأ لتقدر تخرج أشخاص يدلوا قادرين يلاقوا شغل, مش أنه في عندي تول أنا بيطلع لي الأوتبوت طبعاً بأقل وقت بكتير؟ كتير حلو الكويشن سارة, وأعتقد يعني كمان إجا بوقته. يعني قبل 5 months كنت عم بدرس كورس اسمه Critical Thinking and Research Skills, واكتشفت إنه كل طلابي بالكورس they use ChatGPT to introduce ال research papers. فصارت الفكرة should I go and say hi plagiarism
ولا should I say congratulations, you used the tool, I'm very proud of you, you figured out how to use the tool, ولا شو أعمل؟ يعني حتى أنا on a personal challenge, just I sit and talk about the university. أعتقد صار يعني what I did at that stage كان إنه I congratulated them, I was like, I'm super proud of you, عم تستخدموا tools كتير حلو, بس you have to learn how to use them right. يعني كيف to use them ethically, right, كيف أنا to avoid the plagiarism. فأعتقد كجامعات it's time إنه إحنا نطلع على هدول التولز, نعملهم mapping على our own courses, مش شرط by the way coding, حتى the graphic designers now they're affected, everybody's affected. فالفكرة نطلع عليهم نعمل mapping بطريقة إنه to encourage them to use them, لأنه they're all, يعني رح يستخدموهم, قلنا آه قلنا لا whatever, they're gonna use them, ونورجيهم what is acceptable and what's not acceptable. وأعتقد هون رح يكون الشالنج إنه إحنا كمان كأكاديميا to start talking about it. مظبوط. وهاو تو ايفالويت اصلا, يعني بده يقرا الكود, حتى لو تشات جي بي تي عطانا الكود, طب هالكود مظبوط, انا اذا بدي كمله اي وانت تو انتجريت مع كود تاني كيف بعملهم. واي ثينك صار في عم بده ينعمل شيفت بهيدا الموضوع كمان بالطريقه الجامعات او الادكيشن ان جنرال كوبينج مع هيدا الشيء. وصار تو تيك ات فروم انذر بوينت اوف فيو. يعني هلا احنا حتى صرنا نلاحظ التك سيكتور بفلسطين اتسلف هلا بمرحله they just froze. يعني هلا اذا بتيجي بتحكي معهم مثلا starting من جانيوري, هما كمان they're freaking out. يعني بقول لك انه في صار automation tools, ممكن انا اقلل من الهيومن ريسورس على البيت, او فرق لي احسن لي, مش عارف وين تروح هاي البوم تاعت الاي اي. فكمان يعني عم نشوف في concern بالايكو سيستمز, واعتقد مش بس فلسطين, على مستوى المينا ريجن اتسلف. فيعني the only way I could look at it انه احنا لازم نفكر اكتر كيف فينا نستخدم هاي التولز بطريقه صح, وبطريقه كمان نوظف ال خلينا نحكي graduates to become كمان more mature, يستخدموا التولز, وتضل الشركات كمان بحاجة لهم. لأنه it's kind of worrying. حكيتي على المينا ريجن, قد ايه بتحس في علاقة بين الإيكوسيستم بفلسطين والإيكوسيستم بالمينا ريجن؟ Is it connected؟ يعني أنا I met several companies work بفلسطين عندهم بروجيات, مرات بيكون أكتر شيء بكندا أمريكا, أو مرات بالخليج, بس بعد حسيت أنا relationship خجولة. قديش بتحسي هيدا الموضوع قوي, وكيف فينا يعني كيف فينا نشجع انه يصير في علاقه اكثر بين الايكو سيستم الموجودين بالمينا ان جنرال مع الايكو سيستم الفلسطيني؟ لانه هيدا عن جديد بيساعد الشركات بفلسطين, بيساعد الشباب, بيساعدهم يكونوا اكثر فاينانشلي اندبندنت, يعني انتلكتشلي اندبندنت, وهي بمجتمعاتنا شيء اساسي اذا نلاقي حلول للمشاكل على المستوى البعيد. يعني صحيح, بتفق معك سارة, هي علاقة جدا خجولة, وبتعتمد أكثر على الاستراتيجية الشركة نفسها. بس ما في خلينا نحكي استراتيجية وطنية to say okay we need مثلا نضبط شوي نقوي خلينا علاقة البزنس بين مصر وفلسطين مثلا, أو بين الخليج وفلسطين وسواء. هي بتصير بس مشاركات خجولة, بتعتمد على الشركة نفسها. هلأ كيف نقويها؟ في كتير ideas كيف نقويها, وفينا نتعلم أصلا من الشركات الأوردي بفلسطين عم تعمل very successful story. يعني كان عندي قبل تقريبا one week مقابلة مع شركة بغزة, they're working with everybody بطريقة رائعة, from their homes, outsourcing. يعني فينا to learn من هاي خلينا نحكي ال proof of concept, ونعممها بطريقة أكبر. لأنه أعتقد مشكلتنا up to now هي advertisement للskills, مش عم نعرف كيف نروج للskills اللي عنا, ومش عم نعرف نروج كمان قد إحنا كمان موقعنا كفلسطين استراتيجي. يعني إحنا English we're good, يعني عربي we're good, كمان كناحية timing we're in the middle, يعني we could work with different كمان regions. فهاي أعتقد نقاط لازم يتم الترويج إلها بطريقة كتير أكبر, ونشجع الشركات. من الأشياء كمان أنا عم بشوفها عم تعمل نجاح, بدينا نجربها شوي, إنه إحنا to take the ecosystem out of Palestine. أنت عارف أكبر مشكلة عندنا في فلسطين كمان restrictions, في كتير قيود على الحركة, مرات مش كتير سهل إنه إحنا ناخد بارت كتير كبير برا فلسطين. بس بدينا ريسنتلي مع بداية السنة نشجع إنه الإيكو سيستم التكنولوجي, ليش ما يكونش مثلاً في مقابلات بينه وبين الإيكو سيستم مثلاً بدبي, بالإمارات, بالسعودية, بمصر, نحكي سوا نشوف كيف فينا نبني هاي الكونكشنز. ممكن نعملها أونلاين, بس أعتقد كمان الفيزيكال بريزنس منيح, يشوفوا هم كمان التالنت فيس تو فيس. وعم بشوف هاي صار عم تعمل نقلة بآخر 5 شهور. يعني صار عندنا نقلة إنه ناس شركات
حتى إيفن لو كان مالكها مش فلسطيني عم بيجي على فلسطين عم بقول أفتح برانش هون، خلينا نعمل تدريبات لطلاب أو جراديوس ونوظفهم. فأعتقد هي this is the only way إنه إحنا نشغل أكتر على الماركتينج للتالنت. واللغة العربية كمان تلعب دور يعني كتير، كمان نحنا بين بعض يعني نقدر كمان نتفاهم بطريقة يعني هينة، يمكن مع الكلاينتس اللي بيجوا برات الدول العربية لازم الواحد يعرف إنجليش، بس كمان جزء حلو نقدر نتو كومينيكيت كمان مع بيرز لأننا موجودين بباقي الدول العربية. حتى الكلتشر سارة it's easier يعني لما أنت مش تحكي مثلا هم example السعودية to outsource لإنديا ولا لفلسطين مثلا one of the examples culturally they're much more closer يعني. ف it depends. هنا أنا بدي أرجع على نقطة حكينا فيها بالأول اللي هي specifically related للwomen in tech. يعني كمان بعد ما أنا كنا عم نعمل assessment بالإيكوسيستم فلسطين شفت في كتير خريجين نساء بيتخرجوا دارسين computer engineer computer science، بنفوت على juniors بقلب الشركات بقل العدد، يعني عندك شقفة بتروح بين التخرج وبين سوق العمل، بنوصل للseniors أو executives يعني الأعداد جدا 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 ضئيلة. شو برأيك؟ هبعرف في قصص سوشيال وغيره، بس هل يعني شو المين تشالنجز، أكتر ثلاثة تشالنجز برأيك موجودين، وكيف الواحد فيه يشتغل ليساعد هيدا الموضوع؟ لأنه حتى في أويرنس إذا أنا بدي أخذ السوشيال أسبكت، النساء اللي بيشتغلوا بالتكنولوجيا عندهم هلأ فلكسيبيليتي، يعني تكنولوجيا عم تعطي فلكسيبيليتي كمان للنساء، مع أنه أنا بأمن بال يعني الحياة إذا بدك المتساوية بين العيلة كمان بين المرأة والرجل، بس إذا بدي أخذ الكلتشر كمان بعين الاعتبار عم تعطي فرصة. فهل برأيك ما بيع يعني ما في وعي كافي بالمجتمعات، وبرجع بقلك بلبنان يمكن كمان مثل بفلسطين على هيدا الموضوع، وليش هالعدد هالقد بقل؟ مية بالمية يعني دائما صار بنقول إحنا our strong point أقوى نقطة عنا إنه عدد الصبايا حتى مرات أكتر من عدد الشباب بالقطاع التكنولوجي اللي هو مش موجود بدول تانية بالعالم. مشكلتنا بتبدأ بعد. أعتقد المشكلة أكيد يعني من this is my personal opinion رأيي الشخصي بتبدأ بالثقة بالنفس وعدم وجود كمان role models كافيين. يعني اللي بنشوفه إحنا لما بتصير مثلا عندك technical opening من شركات معينة الصبايا بيختفوا، عطيهم another opening تكون شوي أخف in terms of skills بتحسي لا they jump in back. فأعتقد مشكلتنا هي ال confidence، ما عندهم ثقة enough إنه we could do it، مع إني برجع بعيد عم بشوف إيجابيا الأشياء عم تتحسن وشفناها أكثر بعد الكورونا، يعني شوي صارت لنا flexibility of movement زي ما أنت قلتي، فيها تشتغل من بيتها وصوان فيها تشتغل من in front of بس الكمبيوتر مش ضروري حتى كمان to interact that much، مع إني again أنا against بس عم نشوفها يعني عم تتحسن. الغياب الرول موديل صار كمان كتير عم بلعب مشكلة كتير كبيرة، حتى أنا مرات بعاني لما بدي أجيب good role models اليوم ونعمل هيدا، لأن I think you're one of the top role models كمان for women in Palestine. Okay. Seriously مش بوجهك يعني بس. Thank you. بس we need a lot of work يعني حتى in one of the articles قلت لهم يعني they keep saying إنه أنا the first come I don't want to hear first anymore، يعني خلينا to elevate more females. ففي بالقطع خلينا نحكي seniors I think لازم نشتغل عليهم أكتر to share the light ويصيروا أكتر يتعاملوا أكتر ويتفاعلوا مع the younger generation. This is one of things. الشالنج الثالث culture الشركات صارت. الكلتشر انسايد الكومبانيز ذيمسيلفز اعتقد لهلا مش كتير سبورتيف يكون عندنا هاي بيرسنتج اوف فيميلز بمواقع اتخاذ القرارات او ان فيري سينيور ليفلز. عم تتحسن بس فيري سلو. فاعتقد المفروض كمان يصير بوش جوا الشركات تو انكورج انه نشجعهم يا عمي تيك اصلا باي ذا واي اتس بروف بكل العالم الربح عندك بزيد الدايفرسيتي كل افضل صحيح ماشي حتى نوعيه جوده البرودكت ونوعيته اتس توتالي ديفرنت. فهذا كمان كلشر لازم نشتغل عليه. واحنا مشكلتنا بفلسطين بعرفش كيف بلبنان انه ما في بوليسيز اب تو ناو انه تشجع such a thing او انها تدعمها، لسه ما عندنا اياها حتى داخل الشركات. فهي كمان شوي مأخره من بشوفها بتاخر الموضوع. صحيح. هلا في مرات الشركات بحسوا يعني بيعملوا اذا بدك افور فردي لحتى يعملوا هيدا الشيء، بس مشكله بنرجع بنقول الدايفرسيتي اوف انكلوجن مش للماركتينج، يعني هي مش نحن بدنا بس نقول وظفنا نساء لانا والله اطلع وحط، ولا انا كتير مبسوط انه عندي 30% نساء من الستاف تبعي اذا كلهم عم بيكونوا جونيورز، اذا عندي باي جاب بينهم وبين الرجال كمان. لا انا بدي اقول انه موجودين لانه عن جد عم يقدروا يكونوا برودكتيف. فمثل ما عم تقولي في توعيه بدها تصير،
يعني مرات for the wrong intentions عم نشوف كمان الكالتشر عم تتغير، بس المهم النتيجة، لأنه بس عم بفوتوا نساء وياخدوا دور أكبر عم يقدر يثبتوا حالهم مثل ما أنت قلت، ويعطوا confidence لإلهم وللكمان الأكتر ال young ladies اللي حواليهم، وبيفتحوا بواب صار. يعني أنا شفت هاي بأكتر من شغلة، يعني مثلا واحد البرامج اللي كتير أنا excited عليه بفلسطين، اللي هم عم بدهم يدربوا صبايا يكونوا مؤهلين يكونوا part of the advisory boards بالشركات. طب شوفي هذا رح يخلق لقدام هيوج بوش. يعني اعتقد كمان لازم احنا نشتغل على برامج مخصصه ندعم الصبايا اكثر، مش بس ندعمها تتعلم سكيل تو بيكام جرافيك ديزاينر، لا بديها كمان تاخذ سكيلز هاو تو ليد، كيف انا اكون بارت اوف ادفايزري بورد، كيف انا اعمل اليفيشن لمور بيبل على الادفايزري بورد. فهي كمان الاشياء اللي اعتقد كمان لازم نشتغل عليها اكثر 100%. حكيت انت على الكوميونيتي، اسم الله عليك انت اكتف بشي كم كوميونيتي وكوميونيتي بفلسطين. الكوميونيتي از جينلي فولنتيرينج ورك. نحن ما عندنا كثير الكالتشر اوف فولنتيرينج كمان عندنا بمجتمعاتنا، على طول بنفكر انه انا عم بعمل شيء شو المردود لإلي من وراه، والمردود على طول براسنا بالانكونشس تبعنا انه بده يكون ماده. Yes. فانت منى ليش هالقد يدو كل هالفولنتيرينج؟ يعني حدا اوريدي واصل، يمكن يعني مش انه عم تعملي كل هيدا الموضوع، اوريدي وصلت انت لسينيوريتي معينه يمكن فاينانشلي واتسو ايفر، وبعدك هالقد فولنتيرينج واي؟ يمكن ساره بسيمبلي الامباكت اوف تشينج اللي نحن بنقدر نعمله بالتطوع. بتكتشفيه على فكره بالتطوع قد ايه احنا قادرين نوصل الرساله اللي لنا والاورنس اللي لنا اسرع بطريقه شفافيه كتير اعلى، واحنا عم نخلق جيل هو لقدام كمان رح يتطوع. عم بشوفها أنا سنة عن سنة، وتتخيليش قد بكون فخورة. يعني بيكون مثلا ناس بعرفهم 2016-2017 اي بولنت أنا تطوعت معهم لأساعدهم بشيء، وهلأ هم عم بتطوع وبيساعدوا بشيء وريجاردس وين بيروحوا، في منهم صاروا يشتغلوا هلأ بشركات عالمية ولسه عم بيرجعوا تو جيف باك. يعني أعطيك مثال، البوت كامل اللي رح نعمله للاي اي next week معظم اللي معانا فولنتيرينج، لانه هم بدهم يعطوا، they want to give back. ففكره يعني انا طبعا مش ضد المردود المالي، اكيد في ناس يعني مرات لازم تكوني well established، بس بعتقد كمان الفولنتيرينج من خلينا نحكي المهارات جدا مهمه وبتساعد الواحد على فكره مور اصلا الفولنتيرينج يعني بيساعد الواحد يبني البروفيشنال نتورك تبعه اللي هي on the midterm and long term يمكن تلاقي له opportunities ترجع توصل للمردود المالي. ومرات ما بدنا نشوف بس اليوم يمكن نحن شو عم ناخد من الشغل، بس أكتر كمان شو فينا ناخد لبعدين. عندي سؤال هيك يا حشرة منى، امتى منى معقول تقول انه انا ممكن قرر اني فل من فلسطين ومدل بفلسطين؟ هل بتفكر بهيدا الموضوع؟ امتى معقول تاخد هيك قرار؟ اوكي يعني اي لاف ذا كويشن، كثير صعب كمان. رجعت لفلسطين ساره، انا رح اشبككم مع بعض، لاني بامن انه الفرصه انا اخذتها، يمكن انا لاني كنت محظوظه بكثير اشياء بحياتي لازم اعطي باك. بترك فلسطين بلحظه واحده اذا انا بحس الامباكت اللي انا رح اعمله لفلسطين اعلى اذا كنت اوتسايد. يعني هذا هو الجواب، إذا أنا بحس إنه الإمباكت والتأثير رح يكون على فلسطين رح يكون أعلى إذا أنا بكون برا فلسطين برحلة معينة، هذا هو رح يكون the only way to live. Otherwise يعني في كتير بقولوا يعني I'm super attached، وكل سنة بيجي offers by the way I'm still attached. لا بفهمك 100%. قبل ما نبلش كمان recording كنا عم نحكي على challenges اللي بتواجه البروفيشنال اللي بيشتغلوا مش بس بالتكنولوجي، يعني كل العاملين اللي موجودين بفلسطين إن كان بغزة أو بالضفة قداش كمان بيتعبوا. يمكن it would be good إذا هيك يعني شوي كمان بتخبرينا على شو أكتر challenges بتصير معكم، لأنه بحس مهم كمان الكل يعرفوا day to day تبع الأشخاص بفلسطين قداش إنه كمان مرات بيكون صعب to maintain الموتيفيشن قد ما هاي القصص بتصير. يعني وكيف أنت مع كل هالchallenges بعدك هيك الموتيفيشن عطول عالية ومستمرة؟ يمكن سارة السيمبلي أصعب شالنج من عاني منه اللي هي حرية التنقل. وأنا بقدر أحكي عن الضفة الغربية لأنه أنا ساكنة بنابلس، تعرف مش سهل إحنا ندخل أصلاً القدس بدنا تصريح، وغزة عمري ما رحت غزة أبتنا which is very sad. فحرية التنقل هي من أكتر الأشياء اللي إحنا بنعاني منها، ومثال كتير صغير، أنا معظم شغلي بيكون مرات بين مدينتين بعاد عن بعض 40 دقيقة سواقة، that's it. تاخذ معي مرات 3-4 ساعات تو ريتش، ومرات بيكون عندي ايرجنت ميتينجز، مرات بروح على اجتماع ولازم انام مثلا فور اكزامبل برام الله لانه مش سيف مش امن ان ارجع على مدينتي اللي هي نابلس. فحريه التنقل هي اكبر عائق، والامن والامان كمان شوي بخوف لانه ممكن اكون سايقه سيارتي الخاصه وصارت معي اكثر من مره. انت تكوني
سيئة يعني. you have music رواق نهار كثير حلو, فجأة بنص ال يعني you could get stopped by a checkpoint و they could ask you just to leave the car ويعملوا checking وهاي الأمور, ومرات إذا عملت شيء غلط ممكن you could get even shot or so on. فمش كتير سهل و it's stressful by the way. كتير عملت لنا كمان يعني, أنا من الناس اللي كتير بتعملي مرات stress, وأنا برجع بعيد ساكن مدينة اسمها نابلس, آخر 7 شهور كان كتير الوضع الأمني صعب, وكان عندنا معظم الأيام الدرونز, they're now they're using drones, صوتها it's in the back of your head the whole time. فكمية الاسترس اللي صارت عندي, بتعرف احنا we work all the time on the computers with all this noise in the background, كان جدا صعب علينا. فكتير في challenges. هلا بتصير الفكرة even though there is challenges, وهذا برجع بعيد يعني I think it's not only me, أنا هذا معظم الشباب اللي هون موجودين ما رح نيأس يعني. احنا we create opportunities. أي event بنعمله سارة بنعمل plan A و B و C, I did that in the last 4 months. يعني ممكن أنا أكون عاملة planning لبوت كامب بكرة, تسكر الطرق, Nablus is on closure, we do it online. We're training ourselves إنه نشتغل بأكثر من environment, we're training ourselves كمان إنه نحن نشتغل حوالين the stress, the only motivation إنه إحنا بدنا نضلنا to keep going لنخلق opportunities للجيل الجاي. يعني لأنه if we don't create opportunities for them إحنا رح نخسرهم. فالفكرة إنه let's keep working to create opportunities. الموتيفيشن والمايندسيت هي أساس النجاح. يعني أنا بقول whatever skills كانت, شو ما كانت المهارات بنتعلمها إذا عنا المايندسيت المضبوط, ومثل ما قلت the like-minded people. so في كمان هيدا بيجي عبء إذا بدي كمان على seniors اللي موجودين كمان إن يدلوا to maintain هيدا الموتيفيشن. بس بعرف إنه كمان at some point هيدا متعبة. يعني في شيء كمان أنا بعرفه, يعني لما تكون أنت you try to be هيدا الشخص القوي على طول اللي عم تعطي motivation, مرة بتطلع بتقولي بس ما حتى أنا إنه هيدا القصص بتتعبه للواحد, مش عطول إنه مش الواحد هالقد ما بيحس يمكن بكل شيء حواليه. you try to push other people, بس بعرف إنه هيدا بأثر على الشخص. يعني I've been through different challenges أكيد اللي مرقنا فيها بلبنان, بس إنه بصير يحس الواحد حاله مرات إنه I want كمان time out. وسارة كلنا يعني أنا يعني we all have ups and downs. يعني بتوصلي مرات لما زي ما تقولي كتير ما بتعطي طاقة, مرات بقولهم أنا I don't have energy anymore يعني I'm done. بس بتصير الفكرة إنه إحنا to try أو يعني نعمل جهدنا كمان يضل حوالينا شوية, بسميه positive supporting system. yes supporting system is good, بس positivity بدك أشخاص يعني to be kind of positive. يعني ما فيش حدا positive all the time, بس at least to have these kind of people to keep you كمان positive, to give you some energy. ومرات كمان to cut out يعني هاي أنا برضو it's one of the strategies بستخدمها كتير مهمة. إنه خلاص to cut out for 1 week then come back more energetic. يعني we're trying. لا this is important, taking care كمان بالwellbeing تبعنا وبالهيدا it's important to keep successful. طب منى إذا هلأ بدك تقولي هيك quick message للشباب يمكن بفلسطين, شباب والصبايا بس مش بس بفلسطين حتى بالدول العربية, يعني شو فيك تقولي لهم إذا فيك كمان أنه a lot of people خايفانين من الـ AI, يعني فيها تكون أكتر على الكارير تبعهم أو هيدا, أو أنه ولا الـ AI هلأ بنيورالينك مثلا بده يحطوا لنا شيبس ما عارف شو بده يصير معنا, إذا فيها تكون أكتر related للكارير وكمان من خلال خبرتك بالـ AI, يعني إذا بتطمنيهم أو بتخوفيهم ما بعرف يعني بس شو وجهة نظرك باثنين؟ أوكي بعتقد يعني واحدة من الأهم المهارات اللي لازم نكتسبها خلال خلينا نحكي السنين الجاي إنه أنا كيف أستخدم أدوات الذكاء الاصطناعي, بس بتكون بطريقة تفيدني أنا على كبروفيشنال ورك. حلو نطلع على الأدوات, حلو نعرف شو خلينا نحكي البروز أند كونز. أنا برجع بعيد الذكاء الاصطناعي لسه عم بتعلم صار, يعني أوكي شفنا شات جي بي تي عم نشوف أبليكيشنز عم تعمل جرافيك ديزاين, بس بالنهاية الإيموشنز اللي إحنا بنقولها من خلال مرات تصاميمنا أو من خلال الانترفيوز اللي بنعملها, مرات اليونيكنس الأصالة اللي إحنا عنا إياها, هاي كمان مش سهل الذكاء الاصطناعي يتعلمها. أوكي ممكن يوصل بمرحلة, بس up to now بالسنين الجاي لسه أنا مش شايفتها عم بتصير. فما نخاف, وجود الإنسان بالآخر هو مهم. نحاول نتعلم هاي التولز, ما نسكر على هالبواب, لأنه زي ما جت بومي السوشيال ميديا كيف دخلت حياتنا وهلأ صار أي حدا مش بالسوشيال ميديا يعتبر أوتسايدر, رح نوصل بهاي المرحلة كمان بالذكاء الاصطناعي. فخلينا نمشي إحنا مع التكنولوجي, بس كمان نكون مراعيين إنه نبدأ نشتغل كمان صار هذا إشي إحنا بحاجة له كثير بالوطن العربي اللي هي AI and ethics. صار كتير كمان مهم هلأ ينشغل على الأويرنس كامبينز إنه الناس يستخدموا التولز رح نشجع, بس كمان لازم يعرفوا شو الكونز. يعني أنا بديش بدي أقولهم إنه كل شيء رح يكون رائع, لا في أشياء كمان إحنا لازم نكون كتير أوير عليها. وكتير صرنا شفنا أصلاً قصص عم بتصير حولين العالم اللي علاقة بالذكاء الصناعي بطريقة سلبية, بس كمان فينا نوظفها بطريقة جداً إيجابية. حيث
ثانك يو كثير منى. وللنساء سبيسيفيكلي عندك هيك مساج خصوصي لهم للنساء العاملات بقطاع التكنولوجيا او ان جنرال للنساء عنا بعالمنا العربي؟ ببساطة صار المسج الوحيد اللي أنا دائما بتمشي، يعني أنا حكت لي وأنا دائما بحكيها لكل حدا حوالي، don't take no as an answer if you have this skill you could change the world. يعني هاي أنا ممكن ببساطة هذول دائما بستخدمهم التنتين، و keep working on yourself. يعني ببساطة this is what we're doing. سارة you're a very successful person as well, you're one of my role models as well. فأعتقد يعني we proved to have even if it's a small impact it's an impact. وبتهيأ لسه الجيل البعد صارت في كتير بواب مفتوحة إله، يمكن ما كانت لا مفتوحة إليك ولا مفتوحة إلي. فبتمنى كمان يستغلوا الفرص، يعني استغلوا فرصة إنه في كتير هلا حق empowerment للفيميلز، كتير في مز عم بيعملوا mentorship لبعض، شوي العالم بدأ يتغير. فبليز يعني كونوا part of the journey وما تكونوا on the side. يعني هاي كمان it's very important. لا نصيحة حلوة كتير. Thank you كتير منى يعني على كل الانسايتس وعلى كل الديسكشن. يعني على طول أنا بنبسط بالحديث معك. It's always enjoyable. Thank you كتير. وعلى أمل نرجع نلتقى كمان قريبا. Face to face this time إن شاء الله.